فلسطين تقاوم بالنور والنار بإضراب عام وحد الفلسطينيين على امتداد أرضهم التاريخية، ومواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة. ومع استمرار آلة العدوان الآثم على غزة لليوم التاسع، تواصل رد المقاومة بقصف مستوطنات في غلاف غزة بعدد من الصواريخ وقذائف الهاون، حيث أعلن كيان الاحتلال الإسرائيلي مقتل شخصين وإصابة 10 مستوطنين جراء سقوط صاروخ على المجلس الإقليمي في أشكول، إضافة إلى الإعلان عن سقوط وابل من الصواريخ على بئر السبع أسفر عن إصابة سيارة بصاروخ بصورة مباشرة. ليعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن 12 قتيلا من الكيان سقطوا نتيجة الهجمات الصاروخية من غزة منذ بداية التصعيد. أهلا بكم، وللاطلاع أكثر على الأوضاع ميدانيا تنضم إلينا من القدس المحتلة آية الخطيب، وينضم إلينا أيضا من غزة وعبر الهاتف غازي العلول، ومن منطقة الرابية في عمان ينضم إلينا إسماعيل السلاوي. أبدأ معك آية. آية، كيف هي الأوضاع الآن في مدينة القدس؟ نحن نتواجد الآن في حي الشيخ جراح في مدينة القدس، وحالة من الهدوء النسبي تسود المدينة في الوقت الحالي بعد حالة الغليان التي شهدتها المدينة خلال الساعات الماضية، حيث قام الاحتلال بانتهاك كل المعايير الإنسانية خلال الساعات الماضية، قام بالاعتداء على جميع المتضامنين بهذه المنطقة بكل ما لديه من أدوات لا إنسانية وغير مبررة، بالقنابل المسيلة للدموع والقنابل الصوتية التي كانت تنفجر بين أقدام المتضامنين، بالإضافة لإطلاق الطلقات النارية، الأعيرة النارية المطاطية باتجاه المتواجدين. طبعا الاحتلال قام باستهداف الطواقم الصحفية وطواقم الإسعاف أيضا، حيث قام بإطلاق القنابل والأعيرة المطاطية باتجاه سيارات الإسعاف التي كانت تحاول أن تقدم المساعدة للمصابين. ما شهدته المدينة أسفر عن إصابة 25 شاب وفتاة بالاختناق وبالرصاص من الوصول لسكان حي الشيخ جراح، ولا يزال يمنع كل المتضامنين من الوصول إلى تلك المنطقة، فيما يسمح للمستوطنين بالدخول والتجول واستفزاز السكان بالداخل، علما بأن المستوطنين يحملون السلاح طوال الوقت. يعني لا يزال يتواجد العشرات من جنود الاحتلال في كل المناطق في مدينة القدس وبالذات هنا في حي الشيخ جراح. خلال الساعات الماضية كان مجموعة من المستعربين يتجولون بين الشبان وحاولوا اعتقال مجموعة منهم، ولكن لأن وعي الشارع المقدسي كبير فقد طالبوا جميع الشبان ببضعة إجراءات ليتم الكشف عن المستعمرين المتواجدين بهذه المنطقة. طبعا قبل أن يصل المتضامنين إلى منطقة حي الشيخ جراح كان هناك اعتصام باب العمود، وما أن بدأ الشبان بالتجمع هناك حتى انهال الاحتلال عليهم بذات الطرق بالقنابل المسيلة للدموع والغاز والرصاص المطاطي، كما قاموا باعتقال مجموعة من الشبان والفتيات بطريقة همجية ولم يتم الإفراج عنهم حتى الآن. هذه مجمل ما يحدث هنا. طبعا لا يزال هناك حصار على السكان بالداخل منذ 12 يوم، الاحتلال يمنع كل المتضامنين من الوصول إليهم. يعني كل ما يجري في مدينة القدس هو في محاولة لكسر صمود هذه العائلات التي فقط تحاول الدفاع عن حقها في البقاء في منازلها. طبعا الشبان يصرون على التواجد هنا حتى ساعات الليل حتى يسمح لهم الاحتلال بالدخول، ولكن يبدو أن الاحتلال لن يسمح لهم ولن يسمح لنا كطواقم صحفية بالدخول للاطمئنان على العائلات في الداخل. هذا أبرز ما لدينا من هنا من حي الشيخ جراح. نعم آية الخطيب، يعني برغم هذا الاحتلال وهذا يعني الاعتداء الغاشم الذي يعني تعودنا عليه من هذه يعني الكتلة الإرهابية التي تحتل الأرض العربية، لكن يوما ما سننعم إن شاء الله بالحرية. آية أبقي معي، أرحب الآن بانضمام حافظ أبو صبرة معنا من الأراضي المحتلة. حافظ تفضل، ماذا لديك؟
نعم مهند، حقيقة تتواصل المواجهات هنا على المدخل الشمالي لمدينة البيرة المحتلة. منذ قليل كان شبان ينقلون إصابة جديدة بالرصاص الحي، على الأغلب كما يعني كنا نشاهد هذه الإصابة لربما ستكون خطيرة، لأنها يعني وفق مشاهداتنا فإن الدماء كانت تغطي صدر الشاب المصاب لتضحي الإصابات الخطيرة في المدخل الشمالي لمدينة البيرة المحتلة منذ اندلاع المواجهات هنا في المنطقة منذ ساعات ظهر هذا اليوم إلى 7 إصابات خطيرة، هذا بالإضافة إلى شهيد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاده عصر هذا اليوم. مجمل الإصابات في المنطقة 64 إصابة، كما أسلفت 7 منها إصابات خطيرة. الشهيد هو محمد إسحاق حميد، وقد نعته وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، وهو موظف يعمل فيها من بلدة بيت عنان في ضواحي القدس المحتلة. المواجهات هنا بين كر وفر، يتقدم المتظاهرون حينا ويتراجعون حينا آخر عند قمعهم بقنابل الغاز المسيل للدموع، لكنها وإن استطعتم متابعة صورة الزميل حمادة منصور امتدت إلى يعني أماكن أكثر قربا من حاجز القوات الاحتلال هنا في المنطقة ومن الشارع الالتفافي الذي تسلكه سيارات المستوطنين القادمين والخارجين من مستوطنة بيت إيل. في محيط الضفة الغربية أيضا المواجهات ما زالت متواصلة، سيما حاجز حوار المدخل الجنوبي لمدينة نابلس المحتلة، وسجلت المدينة هناك 7 أو 11 إصابة بالرصاص الحي، من بينها إصابة واحدة خطيرة. هناك إصابة خطيرة يجري إنعاشها في مستشفى الرازي في مدينة جنين، وهي لشاب أصيب خلال المواجهات المندلعة على حاجز الدوتان العسكري الاحتلالي قرب بلدة يعبد في محافظة جنين. في سلفيت هناك 2 إصابات بالرصاص الحي وإصابات أخرى بالرصاص المطاطي وبالاختناق. في طوباس اندلعت مواجهات في منطقة الأغوار الشمالية المحتلة على حاجز تيسير الفاصل بين مدينة طوباس وقرى الأغوار الشمالية. وفي قلقيلية اندلعت المواجهات في أكثر من محور. في سلفيت كما أسلفت في طول كرم قرب المصانع الاستيطانية المقامة على أراضي المواطنين قرب كلية خضوري الدراسية الجامعية، هناك كان هناك عدد من الإصابات وصلت إلى 3 إصابات بالرصاص الحي وعدد كبير من الإصابات بالرصاص المعدني وبالاختناق، وكلها عولجت ميدانيا. إذن مجمل الإصابات قد يتعدى 100 إصابة، يعني ما يقارب 15 إصابة منها وصلت بحالة خطيرة، و11 إصابة في مختلف أنحاء الضفة الغربية يجري علاجها الآن داخل غرف العمليات في مستشفيات وزارة الصحة الفلسطينية. هذه المواجهات في مختلف أنحاء الضفة الغربية وفي مناطق متفرقة داخل كل محافظة، هناك أكثر من محور تجري عليه مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال، وتأتي عقب مسيرات خرجت بشكل متعدد وعلى أوقات متكررة في محافظات الضفة الغربية تلبية لنداء الإضراب الشامل من البحر إلى النهر الذي شل الحركة التجارية، وانضمت له المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة والبنوك والعمال، وكل الفلسطينيين كانوا ملتزمين اليوم بهذا الإضراب، فيما المسيرات التي خرجت كانت بأعداد تخرج للمرة الأولى منذ سنوات. هذه المسيرات لم تشهدها الضفة الغربية خلال السنوات الأخيرة، وكانت بالآلاف، قلنا إن لم نقل بعشرات الآلاف في مختلف أنحاء الضفة الغربية. نعم حافظ، يعني شهيد و7 إصابات بحالة حرجة من مجمل 64 إصابة. هل تم استهداف الصحفيين حافظ وطواقم الإسعاف على غرار ما حدث في الشيخ جراح؟ مهند، قبيل الحديث عن ما يتعلق باستهداف الصحفيين والطواقم الطبية، كان هناك عملية إطلاق نار أعلنت كتائب شهداء الأقصى في مدينة رام الله مسؤوليتها عنها هنا على حاجز بيت إيل عصر هذا اليوم تمام الساعة 2 تقريبا، وشهدت 3 إصابات بين جنود الاحتلال وفق إعلان الإعلام العبري. بعد ذلك جن جنون الاحتلال وبدأ إطلاق الرصاص الحي صوب المتظاهرين. يعني بالإضافة إلى المتظاهرين كان هناك استهداف للطواقم الطبية، حيث أطلقت نيران الاحتلال الحية صوب سيارة إسعاف هنا على المدخل الشمالي لمدينة البيرة المحتلة، وكان هناك إصابة لأحد المسعفين ولربما كانت بالرصاص الحي. كان هناك استهداف لسيارات الدفاع المدني على الطريق الواصل إلى بلدة ترمسعية شمال رام الله من قبل المستوطنين، ومنعوهم من إكمال طريقهم صوب المساحات شاسعة تم حرقها من قبل المستوطنين لحقول فلسطينية في بلدة ترمسعية. يعني الاعتداءات تتنوع بين
بين المستوطنين وجنود وشرطة الاحتلال في كل فلسطين من البحر إلى النهر. فلسطين التي التزمت بالإضراب تقدم اليوم شهيدا في مدينة رام الله، وعدد كبير من حالات الإصابة برصاص الحي والتي وصلت إلى مرحلة خطيرة. نعم حافظ، ابقى معي، أنتقل مباشرة إلى غازي العلول مراسلنا في غزة وعبر الهاتف ينضم إلينا. غازي، كيف تبدو الأمور الآن؟ كيف هي الأجواء في غزة؟ يعني الليلة مرت هادئة نسبيا على القطاع، كيف تسير الأمور الآن؟ نعم مهند، يعني على ما يبدو أن بحلول هذا الليل تزداد المخاوف لدى الفلسطينيين في غزة من شن هجمات شرسة وعنيفة من طائرات الاحتلال الحربية على مواقع وأراضي زراعية وكذلك منازل المواطنين في القطاع، بالنظر إلى أن هناك يعني المقاومة قصفت محيط غلاف غزة وكذلك مغتصبات في الداخل المحتل بصواريخ من صناعتها ومحلية الصنع ردا على العدوان الإسرائيلي على القطاع، ما ينذر بأن هذه الليلة ستكون ساخنة على عكس الليلة الماضية التي بحمد الله لم تسفر وتخلف وراءها الشهداء. قبل ساعات من الآن كان هناك استهداف لأربعة منازل للمواطنين، أبرزهم منزل لعائلة الجعل في حي الصبرة وكذلك منزل آخر لعائلة الآغا، وهي عائلة متواجدة في جنوب قطاع غزة بالتحديد غربي محافظة خان يونس. حصيلة الشهداء لم تخرج وزارة الصحة حتى اللحظة خلال يعني هذه الساعة بحصيلة نهائية، لكن من المتوقع أن تكون عدد الشهداء قد وصلت إلى 120 شهيدا وأكثر من 1500 إصابة. يعني الصورة في قطاع غزة لم تختلف عن الأيام الماضية من هذا التصعيد الإسرائيلي الغاشم، لكنها تزداد توترا بالتأكيد على أن هذه العملية مستمرة من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد تصريحات رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو وتأكيد أسامة حمدان عضو المكتب السياسي لحركة حماس أن الوسطاء حتى اللحظة لا يستطيعون حتم الأمور، وهذا الدفاع عن الأرض وعن المقدسات مستمر ما لم تتراجع أو يتراجع الاحتلال عن هذا العضو. نعم غازي، ماذا عن الواقع الطبي؟ يعني كيف هو حال المستشفيات والقطاع الطبي إجمالا في قطاع غزة؟ نعم، يعني قبل أيام قالت وزارة الصحة الفلسطينية إنها تتخوف من انقطاع الإمداد الكهربائي للمستشفيات وبالتحديد مجمع الشفاء الطبي كونه أكبر مجمع طبي في قطاع غزة، وكانت التحذيرات كذلك من شركة الكهرباء. هذه الأمور تزداد التخوفات لدى وزارة الصحة مع يعني قول رئيس المخابرات الإسرائيلي إن الخطوة المقبلة في هذا العدوان هو قطع الكهرباء عن قطاع غزة، ربما يكون هذا الأمر من خلال استهداف محطة الكهرباء الوحيدة والتي تعمل بأقل جهد في القطاع، مما سيؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي والتأثير على الواقع الصحي الذي هو متضرر منذ بداية دخول فيروس كورونا قطاع غزة وانتشاره بشكل كبير، وأيضا قلة الأدوية وقلة المستلزمات الطبية الموجودة في القطاع. هذا الأمر كله قد يراكم وراءه المزيد من عدد الشهداء والكثير من الإصابات التي سيكون من الصعب التعامل معها في حال حدث مثل هذا الأمر. نعم غازي، إذن يعني هناك تهديدات كبيرة تهدد الشبكة الكهربائية في غزة، ماذا عن مياه الشرب؟ هل تصل إلى المنازل؟ يعني في هذا الجانب بلدية غزة قالت إن الكثير من خطوط الإمداد المائي يعني قطعت إثر استهداف طائرات الاحتلال الحربية على مدار التسعة أيام أو ثمانية أيام الماضية، ونحن في اليوم التاسع من العدوان. كان هناك قصف للشوارع مما دمر البنية التحتية، الكثير والألاف من الغزيين يشتكون قلة وصول المياه وكذلك احتياجهم أيضا للكهرباء التي من خلالها يرفعون بها المياه إلى منازلهم من خلال المواتير. كل هذه الأمور تعطلت ولجوا إلى استخدام المياه المفلترة أو المحلاة لتزويد أنفسهم وبيوتهم بهذه المياه. هذا الحال من يعني يتحمله الغزي بشكل مستمر إذا ما امتدت أو امتد هذا التصعيد والعدوان أكثر من ذلك. نعم غازي، ابقى معي، يعني نتابع في الصورة كما يبدو إصابة لأحد الشبان الفلسطينيين من المدخل الشمالي لمدينة البيرة في
رام الله، وكان يعني مراسلنا من هناك حافظ أبو صبرة قد ذكر أنه تمت إصابة 64 شخص وسبعة منهم في حالة خطرة، وارتقى شهيد عصر هذا اليوم. حافظ، هل أنت معي؟ نعم هند، حقيقة جيش الاحتلال بادر بإطلاق صلية من الرصاص الحي، هو يستخدم الذخيرة الحية بكثرة صوب الشبان الفلسطيني. على ما يبدو هناك إصابة جديدة بين الشبان، وهنا سيارات الإسعاف تهرع إلى المكان لنقل الإصابة في السهول المحيطة بحاجز بيت إلى المقام على أراضي المواطنين الفلسطينيين. صوت الرصاص الحي يكون بكثافة وكثرة، حتى نحن هنا في التلة المقابلة للحاجز بعيدين قليلا عن المواجهات، يعني نضطر لاتخاذ الأرض والانبطاح على الأرض خوفا من الإصابة. الرصاص الحي يطلق بشكل عشوائي صوب شبان الفلسطينيين، خصوصا وأنهم ينتشرون بشكل عشوائي أيضا في السهول المحيطة بحاجز بيت إيل وبمدخل مدينة البيرة الشمالي. هنا الإسعاف كما تلاحظون في الصورة تقوم بنقل إصابة جديدة بالرصاص الحي، تضاف ل 64 إصابة رصدتها وزارة الصحة، وإصابة أخرى رصدناها مع بداية هذه التغطية منذ أقل من 10 دقائق. نعم، رحم الله الشهيد حافظ، ونتمنى السلامة لجميع المصابين، وكان الله معكم. حافظ أبو صبر، أعود إليك. غازي عبر الهاتف، غازي العلول مراسلنا في غزة. يعني غازي، مدى تأثر حركة سيارات الإسعاف في القطاع بعد قصف الشوارع، ويعني أعداد كبيرة من الشوارع والبنية التحتية قد تعرضت لاعتداء الإرهاب الصهيوني؟ نعم مهند، حركة المركبات بكافة أنواعها هي ربما تعتبر أصيبت بالشلل كامل خلال هذا التصعيد، ما عدا سيارات الصحافة التي تلقى صعوبة كبيرة في الوصول إلى أماكن القصف، وهو الأمر الذي يتبعه كذلك فيما يتعلق بسيارات الإسعاف التي تحاول سلوك طرق بعيدة نوعا ما ولم تتعرض للقصف أو أن تكون الأضرار في هذه الطرقات خفيفة وتصل إلى هذه الأماكن المستهدفة، مما يعني يؤخر عملها ويؤجله، الأمر الذي بالتأكيد يعني قد يسفر عن تفاقم الإصابات وتفاقم الشهداء في هذه الأماكن. البنية التحتية بشكل عام تدمرت في الشوارع الرئيسية، وأتحدث هنا عن شوارع في وسط قطاع غزة، وهي شوارع كانت تعتبر قبل هذا التصعيد شوارع تجارية وأماكن لا تتوقف فيها الحركة على مدار 24 ساعة. الآن هذا الأمر بات مختلفا، حيث باتت هذه الشوارع والمدينة بأكملها مدينة أشباح بكل ما تحمل الكلمة من معنى. نعم غازي، يعني هي مدينة أشباح كما ذكرت بسبب هذا الاعتداء الغاشم، لكن يعني آجلا أم عاجلا ستعود الحياة وتدب في قطاع غزة وفي كل الأراضي الفلسطينية بعون الله. ابقى معي غازي، أنتقل مباشرة إلى العاصمة عمان وتحديدا من منطقة الرابية، وينضم إلي من هناك إسماعيل السلاوي. إسماعيل تفضل، ماذا لديك؟ مهند، انتهى هذا الاعتصام قبل ربع ساعة بطريقة سلسة، وخرج المتظاهرون بكل يعني بشكل إيجابي وحضاري. بدأ عند الساعة 4 كالمعتاد كالأيام السابقة، واستمر حتى الساعة 7:30 في ساحة مسجد الكالوتي في منطقة الرابية غرب العاصمة عمان. هذه الساحة التي أصبحت يعني معلما لدى الأردنيون والعمانيون بشكل أخص بأنها ساحة اعتصام لدعم صمود إخواننا في فلسطين. اليوم بالنسبة للأعداد، أعداد المعتصمين هنا كانت الأقل مقررة بالأيام التسعة السابقة، حيث بدأ هذا الاعتصام منذ 9 من الشهر الجاري وحتى يومنا هذا بسبب الأعداد اليوم قلتها، بسبب تشتت المتظاهرين ومحاولة شبان من المعتصمين الوصول إلى أقرب مكان والاعتصام في أقرب مكان ممكن على سفارة الكيان الصهيوني والتي تبعد من هناك 1.5 كيلو. بالفعل يعني كانت هناك اعتصامات أخرى في منطقة الرابية وأذينة وكانت أقرب على سفارة الكيان الصهيوني. اليوم المطلب الأساسي في هذا المكان هو إغلاق السفارة وجلب سفيرنا لدى تل أبيب المحتلة وطرد السفير الصهيوني من عمان، ناهيك عن أمور أخرى ومطالب أخرى معروفة
تردد دائما في كل الاعتصامات والتحركات الشعبية السلمية الأردنية، وهي إلغاء كافة أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني وإلغاء اتفاقية الغاز، اتفاقية الدل كما يصفها الجميع، وإلغاء طبعا معاهدة وادي عربة، معاهدة السلام مع العدو الصهيوني، والوقوف جانبي صمود إخواننا في غزة. هناك دعوات من نقابات مهنية وأحزاب سياسية لأن تكون أو يكون هذا الاعتصام يوم غد يوم الأربعاء اعتصاما مركزيا وبأعداد كبيرة، لا تتوقف طبعا الحركات عند صلاة المغرب، إنما تستمر في العاصمة عمان في أحياء مختلفة. هذا أسلوب تتابعه مثلا بعض الأحزاب السياسية وعلى رأسها جبهة العمل الإسلامي، أسلوب أن يبقى النبض الأردني يعني مشتعل غضبا ودعما لإخواننا في فلسطين، كامل فلسطين طبعا. وهذه الحركات تزيد وتيرتها في عمان وفي كافة المحافظات الأردنية مع ازدياد وتيرة الانتهاكات الصهيونية على إخواننا في غزة والقدس وحي الشيخ جراح وفي عموم الأراضي الفلسطينية سواء الضفة أو حتى في الداخل المحتل. إذن ستكون هناك أيضا اليوم اعتصامات ووقفات من أمام مساجد في أحياء مختلفة في العاصمة عمان شرق وجنوب وشمال العاصمة، يخرج المصلون من كل حي بناء على دعوات الأحزاب ويقومون طبعا بالاعتصام والتنديد والمطالب المعروفة اليوم والتي أصبحت يعني تهتف في كل اعتصام وفي كل تحرك شعبي سلمي مهند في العاصمة عمان وفي عموم محافظات المملكة. نعم إسماعيل، اسمح لي أن أشكر وإياك آية الخطيب من الشيخ جراح، كانت معنا من هناك من القدس المحتلة، وحافظ أبو صبرة من المدخل الشمالي لمدينة البيرة، وأيضا غازي العلول مراسلنا في غزة انضم إلينا عبر الهاتف، وندعو الله أن يعني يجعلهم سالمين. أيضا شكرا لك إسماعيل السلاوي من منطقة رابية، أجملت لنا الهبة الشعبية والجهود الشعبية.